ما هو الفرق بين شخص يتعلم التنويم المغناطيسي في 7 أيام وشخص يتعلم التنويم المغناطيسي في سنة كاملة؟ وما هي الأسرار وما هي المزايا لكل شيء لوحده؟ عندما نتكلم عن شخص يتعلم التنويم المغناطيسي في 7 أيام وهو أصلاً مبتدئ ومن المبتدئين الكثيرين ولا يعرف أي شيء عن التنويم المغناطيسي ولكن هو من محبيه وأراد أن يتعلم، فكيف الشخص يتعلم في 7 أيام وشخص آخر يأخذ له تقريباً سنة كاملة حتى يتعلم؟ الفرق ما بينهم هو أن شخص يتجه إلى دورات تكوينية ويتعلم في يد محترف، أوكي؟ يتعلم عن شخص محترف جدا ويعطيه أهم التقنيات والأسرار الخاصة بالتنويم المغناطيسي ليحترف فيها لمدة 7 أيام. أما الشخص الثاني يتعلم بطريقة عشوائية، أي مثلا يبحث في جوجل وجوجل فيه العديد من المعلومات، يبحث في يوتيوب ويوتيوب فيه العديد من المعلومات، وكذلك يبحث في فيسبوك وفي انستغرام وفي تيك توك، ولن يجد شخص يعطي التقنيات بشكل صحيح وبشكل مفصل. لماذا؟ لأن الأشخاص الذين تعلموا التنويم المغناطيسي أخذ لهم سنين ثم احترفوا، فهو لا يستطيع أن يعطيك تجربة سنين يعطيها لك في فيديو أو في فيديوهين أو 3 أو 4. فلذلك حتى تتعلم التنويم المغناطيسي لوحدك سيطلب لك الوقت تقريبا ممكن يصل إلى سنة كاملة، وهذا سيأخذ لك وقت طويل ومشاكل كبيرة جدا وصعب جدا تأخذ التقنيات بشكل احترافي. ستحتاج أن تدرس وتمارس التنويم المغناطيسي مع مرور الوقت ومع الكثير من الأخطاء والمشاكل إلى آخره حتى تصل إلى نوعا ما الاحتراف. ولكن الشخص الذي يتبع الطريقة تعلم التنويم المغناطيسي في 7 أيام فتجد بأن الشخص يحترف بشكل سريع ويأخذ التقنيات القوية، وممكن في 7 أيام يعمل عرض فيه 200 شخص و300 شخص ويعمل عرض كبير والشو كبير والجميع يراه بأنه محترف من سنين وهو احترف فقط في 7 أيام. فلذلك هذا هو الفرق بينهم، في شخص تعلم على يد مدرب وفي شخص تدرب عن طريق الانترنت، أوكي؟ فأنت يبقى لك الاختيار، هل تريد مدرب أم تريد العمل أو التعلم بشكل مجاني؟ المدرب يطلب مبلغ معين ممكن يصل إلى 600 يورو، 800 يورو، 1000 يورو على حسب، أوكي؟ أنا كمدرب وممارس في مجال التنويم المغناطيسي، أنا أمارس التنويم المغناطيسي أزيد تقريبا حاليا من 10 سنوات أو 9 سنوات، وندرب الناس تقريبا أزيد من 8 سنوات، وجميع طلابي في طلاب قسما بالله في طلاب يحترفون في 3 أيام. تخيل معي طالب أعطيه الدورة التكوينية أونلاين، يبدأ يدرس الدورة، إذا احتاج أي مساعدة أو أي شيء يتواصل معي وأساعده وأشرح له أي شيء لم يفهمه. أول تجربة أغلب طلابي أول تجربة لهم في التنويم المغناطيسي تنجح معهم، أول تجربة. في أشخاص تدربوا أو احترفوا في 3 أيام جميع التقنيات الأساسيات الضروريات في التنويم المغناطيسي يتعلمونها في 3 أيام ويبدأ يمارسون التنويم بشكل احترافي كأنهم يمارسون التنويم سنين. وفي أشخاص أو الأغلبية يحترفون في 7 أيام 10 أيام. والدورة الخاصة بنا أي سعرها لن نقوله في هذا الفيديو، ولكن إذا أردت أن تعرف السعر الخاص بالدورة التكوينية تواصل معي في الواتساب، أوكي؟ الرقم سجدونه على الشاشة وكذا سجدونه في وصف هذا الفيديو، تواصلوا معي على الواتساب وسأعطيكم الثمن الخاص بالدورة التكوينية والمعلومات الإضافية الخاصة بالدورة التكوينية. أغلب يحترفون في الأسبوع الأول. إذا كنت تريد مدرب تواصل معي، سأدربك التقنيات الضرورية والأساسية التي ستجعلك محترف جدا في التنويم المغناطيسي. إذا كنت تريد دورة مجانا أي بدون مدرب بدون كوتش بدون شخص يعلمك، تريد فقط معلومات، سأعطيك نصائح، لا يوجد أي مشكل، أوكي؟ أنت أخي وعزيزي وحبيبي ومتابعي على قناتي في اليوتيوب، سأعطيك بعض المعلومات. أول شيء ابحث عن كتاب تعليم طرق التنويم المغناطيسي الخاصة بعطية عبد الحميد، أوكي؟ تعليم طرق التنويم المغناطيسي وأكتب عطية عبد الحميد. هذا الكتاب قم بدراسته بشكل كامل، أوكي؟ افهمه بشكل كامل، ثم من بعد ابحث في اليوتيوب، أوكي؟
عن بعض النصائح وبعض المعلومات حول تعلم التنويم المغناطيسي. ستجد بعض المعلومات في قناتنا نحن، شاهد بعض فيديوهاتنا نحن شخصيا، وشاهد بعض فيديوهات اشخاص اخرين، وركز على الفيديوهات الاجنبيه، اوكي، الفيديوهات الامريكيه باللغه الانجليزيه، ابحث في تلك الفيديوهات ودرس الكتاب، شاهد الفيديوهات ودرس الكتاب وقارن ما بينهم. عندما تقارن ما بينهم وتعرف التقنيات والاسرار المستخدمه في التنويم المغناطيسي والاساسيات والضروره المستخدمه في التنويم المغناطيسي، شاهد فيديوهات الاجانب، اوكي، شاهد فيديوهات الاجانب كيف يمارسون التنويم، ما هي الاشياء التي يبداون بها، وما هي الاشياء التي يستخدمونها في الوسط، وما هي الاشياء التي يستخدمونها في الاخير، وكيف يلقون التوكيدات، وكيف يعملون الحركات. ابدا خذ الطريقه التي يستخدمونها مع الوسطاء وابدا التجربه، ابدا مع الاول وابدا مع الثاني والثالث والرابع والخامس، يبدا ينجح معك، وهكذا ستصبح محترف، ولكن سياخذ لك بعض الوقت، اوكي. ودائما ساعطي نصيحه، اوكي، نصيحه أي هي ليس مجانيه، ولكن ساعطيها لكم مجانا، لا يوجد اي مشكله. اول تجربه لك مع التنويم المغناطيسي، جرب التنويم المغناطيسي مع 5 اشخاص وليس شخص واحد. لماذا 5 اشخاص؟ احتمال تجد اشخاص ممكن تجد 4 اشخاص لا يركزون معك، ولكن ستجد شخص واحد يركز معك جيدا لينجح معه التنويم المغناطيسي. اذا جربت مع شخص واحد ممكن يكون يضحك، ممكن يكون يستهزئ، ولا تنجح معه التنويم، وتقول المشكل فيني انا شخصيا لانني انا لست محترف. لا، ممكن انت تكون محترف، ولكن ذلك الشخص هو الذي لا يطبق معك التنويم بشكل صحيح. فلذلك جرب التنويم مع 5 اشخاص، اذا لم ينجح مع الشخص الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، في تلك اللحظه نقول بانه انت لازلت مبتدئ. اما اذا كنت لا تريد هذه المشاكل كلها وتريد ان تحترف بشكل سريع جدا، واول تجربه لك في التنويم المغناطيسي تنجح معك، فتواصل معي وخذ الدورة التكوينية الخاصة بنا التي يأخذها الكثير من الأشخاص. هذا كل شيء، نراكم في فيديوهات قادمة، وإلى اللقاء.